يا هلا فيكم من جديد. يشكل مبنى مدرسة ابن عباس بالدلم بمحافظة الخرج، والذي أنشئ منذ بداية مرحلة التأسيس للمملكة المدنية الحديثة، كيانا استثنائيا فريدا يستحق أن يبقى شاهدا على المكان والزمان، ويعتبر تراثا ذا قيمة تربوية بوصفها أول منبر تعليمي وعلمي نظامي، وذا قيمة اجتماعية لأنه فتح أبواب ساحة ليشهد حضور ثقافي وفني يوم كانت أدواتها نادرة وشحيحة، وهدمها لأي غرض كان يعني فقدان جزء مهم من الذاكرة التاريخية للدلم وأبناء الدلم والآباء كذلك اللي تخرجوا من هذه المدرسة. خلونا نختصر القصة ونتابع التفاصيل عن هذه المدرسة التاريخية وقصة هدمها في التقرير التالي، وبعد ذلك نعود للنقاش. يعرف التراث بأنه كنز ثقافي قيم تتوارثه الأجيال جيلا بعد آخر، وتتضاعف قيمته سنة بعد أخرى. هذا القول يصدق بشكل كبير على مدرسة ابن عباس بالدلم في محافظة الخرج، التي تأسست في عهد الملك المؤسس رحمه الله، وتحديدا في عام 1368 للهجرة. فعلى رغم شح الموارد المالية في الخمسينات الميلادية، شيدت الدولة مبنى فريدا يفخر به السكان ويلفت انتباه الزائر لمدينتهم، وبات مركزا ثقافيا لهم على مدى سنوات طوال. استمر هذا المبنى المعلم في تخريج الأجيال لعقود، إلى أن تم إخلاؤه في نهاية الفصل الدراسي الأول لهذا العام، تمهيدا لإزالته بحجة توسيعة الطريق الرئيس لأمتار محدودة. ولأن قيمة المبنى التاريخي عظيمة، وعزز منها تصنيف الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني له على أنه مقوم تراثي من فئة ألف، ظلت الشكوك تحوم حول الإقدام على خطوة غير محسوبة تتمثل في القضاء على كنز المدينة. ولكن وسط ذهول العديدين وقع ما كان يخشى منه، فاقتحمت معاول الهدم الكنز التاريخي لتحوله من فرصة مركز حضاري أو متحف تاريخي إلى رصيف تدوسه الأقدام قريبا باسم التطوير، ولتبكي على ذكراه الأجيال على مر السنين في مشهد لخصه المعلم بالمدرسة لمدة 33 عاما الأستاذ منصور الحقباني بقوله: التاريخ لن يرحم. التراث يعتبر ثقافة المجتمعات، لكي يتعرف المجتمع أو الناس على ثقافة أي مجتمع يشاهدون تراثهم. ولكن هذا اللي حصل، ولكن أقول التاريخ لن يرحم من سعى لهدم هذا الصرح التعليمي. الأحد 22 من شعبان لعام 1437، تاريخ سيظل محفورا في ذاكرة الدلم، اليوم الذي فقدت فيه أيقونتها وخسر معه الوطن، شهدا قويا على رعاية الدولة لمواطنيها وحرصها على التنمية منذ تأسيسها. للحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا في الاستديو المستشار الإعلامي الدكتور محمد الحزان، وهو من خريجين مدرسة ابن عباس في الدلم، هذا المعلم التاريخي العلمي الذي لا يمكن أن ينسى، وسيلتحق إن شاء الله معنا في الهاتف مجموعة من الاتصالات، من ضمنهم عميد كلية التقنية سابقا بالرياض الدكتور هلال العسكر، وكذلك عبر الهاتف سيكون معنا أحد الدارسين بمدرسة ابن عباس في الدلم وهو سعود الحقباني، عمره 65 سنة لكنه لا ينسى ذكرياته في مدرسة ابن عباس في الدلم. دكتور محمد مساك الله بالخير، شكرا لتواجدك معنا في البرنامج. مساء الخير وشكرا لك، مساء عليك ومساء الأخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات. أبي الدكتور يحلق معنا في التاريخ، ارجع بنا وراء، عطنا قيمة مدرسة ابن عباس، واللي يعني حتى أثناء إعداد المادة والتقرير أنه في تذمر كبير من أهالي الدلم على أنه أحد المعالم التاريخية الثقافية العلمية اللي يعتبر أيقونة في الدلم، يعني هد جزءا منه وبقي جزء بسيط حتى مهدد بأنه ربما سيهدى ويزال. وش قيمة هالمدرسة لأهالي الدلم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الواقع أنه الحديث عن المدرسة لا يمكن أن نصير
بمعزل عن الصورة بشكل عام، الإطار العام للمكان اللي هي فيه. المدرسة توجد في المنطقة التاريخية للدلم، وهذا المكان كان فيه تقريبا 5 مرافق رئيسية بتراث جميل بشكل جميل، قضي عليها بقية المدرسة وبقي جزء من السور القديم للدلم. الواقع أنه كان فيه مبنى اللي هو قصر الأمارة اللي هو مركز الدلم تقريبا قريب من المدرسة، كان فيه السوق القديم، السوق الشعبي كان تقريبا ذروة العمل فيها والحضور النشاط فيه يوم الاثنين والخميس. كان فيه الجامع، المسجد الجامع، وهذا تقريبا هو الأهم والأبرز في الحقيقة في المكان اللي أتحدث عنه، هي منطقة محدودة ومعروفة. المسجد الجامع هذا قيمته تاريخية، هو أولا يحمل مسمى الملك المؤسس رحمه الله الملك عبد العزيز، مسجد الملك عبد العزيز، درس فيه الشيخ سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز لمدة 10 سنوات، وطبعا الشيخ عبد العزيز بن باز أيضا اسمه مرتبط بالمدرسة لأنه أشرف على المدرسة. المدرسة أسست عام 1900. الله يرحمه مرتبط اسمه في المدرسة لأنه كان أشرف عليها في وقت من الأوقات لما أسست مدرسة ابن عباس. ابن عباس لما أسست. فكان هذا في عام 1368 هجرية. المكان الحقيقة مثل ما ذكرت قضي على بعض معظم المعالم أو المرافق التراثية إذا أخذناها بالتراث باسم التطوير للأسف، وشوه المكان بشكل عجيب إلى أن بقيت المدرسة مع السور تقريبا كمعلمين بارزين هم الشواهد على اللي شهدوا عنه ومهددة بالإزالة. المدرسة قضي على الآن على جزء كبير منها مثل ما شفنا في التقرير قبل شوي، وللأسف هم كانوا يدرسون فيها للترم الماضي، درسوا فيها للترم الأول. نعم للترم الأول فجأة قالوا الجماعة نبي نهدها. نعم وللأسف يعني صار هذا الشيء. لكن الآن هذا السؤال اللي طرحته يعني يرتبط فيه سؤالين مهمين والكل يطرحهم. السؤال الأول، هل المدرسة تراثية فعلا؟ هذا سؤال مهم ودائما يطرح، ودائما يقال أن المدرسة بنيت من الإسمنت، وبالتالي عندنا مفهوم الحقيقة مشوش ومشوش عليه بمفهوم التراث. التراث لا يعني أن يكون بالطين، ولهذا كان الحديث دائما عن الطين. في الأول من أراد أن يقضي على الطين قال آية للسقوط، الآن من أراد أن يقضي على التراث قال هذا اسمنتي. فبالتالي صرنا في حلقة مفرغة يعني ندور في هذا الموضوع، لكن الواقع كله يرتبط بالنسبة للتراث يرتبط دائما بالقيمة الحقيقية للمكان وارتباطه بالناس وبذاكرتهم. ابن عباس يعني كنز لا يعوض، إذا قضي عليه للأسف سيكون يعني مصيبة. طيب هل فعلا لابد هذا المكان أو لازم الشارع هذا يتسع بالطريقة التي طرحت؟ المطلوب فيه فقط يمكن 8 أمتار، يراد أن يعني للأسف تهدم المدرسة ليقام مكانها رصيف، لأنه الحقيقة 8 أمتار هذه فقط هي للرصيف أكثر من أنها للشارع نفسه. الحقيقة الأمر مزعج كثير، لأنه على المستوى الحقيقة الكنز المدينة إحنا للأسف من الثمانينات الميلادية دخلنا في إشكالية، وكثير منهم دفع ثمن غالي. أنت الحين قاعد تتكلم أحس كذا قاعد تتكلم وأنت قاعد تتذكر أيام المدرسة. أنا عشت المكان هذا، وكل المرافق اللي أتكلم عنها شاهدتها بعيني. يعني قصر الأمارة شفت السوق القديم، السوق القديم كان على شكل حرف يو بالإنجليزي أو يحتضن الباعة اللي هم باعة التجزئة وأيضا الأسر المنتجة. البلدية هدمته للأسف وبنت مكان الساحة اللي تعتبر هي الرئيسية لأهل المدينة، بنت مبنى شبه ما يكون مكعب ولا حد يستخدمه بشكل كبير، وصار الباعة اللي يبيعون بالتجزئة والأسر المنتجة تشتتوا في أماكن مختلفة، وصار السوق للأسف نشاطه أضعف من أول. لما أيضا تعدلت الإجازة وصارت يوم الخميس واللي كان نشيط، صار في ارتباك كبير وما في أحد يتولى مسؤولية كيف الأمور تسوق بشكل معقول بحيث أن السوق يبقى بنشاطه ويتفقون على يوم آخر. الآن السوق تقريبا شبه للأسف ميت، لم يكن بنفس أوجه سابق. أنا الآن أنتقل لنقطة أخرى الحقيقة هي تتعلق بقضية قيمة التراث. التراث رؤية المملكة 2030 نصت على أن التراث سيكون مصدر كبير من مصادر الدخل في المملكة. نحن مثل ما ذكرت قبل قليل من السبعينات أو الثمانينات الميلادية بدأنا نقضي على كثير من التراث في مدننا. المحزن المبكي في الموضوع أنه مدننا صارت تشبه بعضها بعضا. يعني مفهوم التنمية الآن في المدن أنك تضع الطريق مستقيم، توسع الطريق، تحط محطة بنزين دكاكين. والآن لو تذهب الكثير من مدن المملكة هذه هويتها الآن، دكاكين، محطة بنزين. والأسوأ أنا أعتقد أنه خطأ أنه بعض المرافق الحكومية اللي تبنى على الطرق أيضا كلها تشبه بعضها بعض. يعني طيب شو مبنى البريد اللي في المجمعة يشبه مبنى البريد اللي في الدرم. طيب أنا مكملين معك، بس خلينا نستقبل اتصال معي الدكتور هلال العسكر، هو عميد كلية التقنية سابقا بالرياض. دكتور هلال مساك الله بالخير.
الله يمسيك بالرضا والعافية. حياك الله. يعني مدرسة ابن عباس بدلم، أنت كتبت يبدو عنها عدة مقالات، تحدثت عنها، أنت معترض، وكما هم يعني مجموعة كبيرة كما ذكر الدكتور من أهل الدلم حتى أثناء تصوير التقرير، أنه معترضين على هدم هذه المدرسة بحجة توسعة الطريق. هل من إضافة حول هالموضوع الدكتور؟ أولا شكرا على الاستضافة، ثانيا تهنئة للجميع بقرب حلول شهر رمضان المبارك. أخي الكريم، رؤيتنا الوطنية 2030 تقوم على 3 محاور. المحور الأول هو المجتمع الحيوي، حط تحت خطين المجتمع الحيوي، أي أن المجتمع الحيوي يمثل الأساس لتحقيق الرؤية الوطنية، والمجتمع الحيوي هو الذي يعتز أفراده ويعني يفخرون بهويتهم الوطنية وتاريخهم وإرثهم الحضاري وتراثهم الثقافي، ويدافعون عنها ويحمونها ويبرزونها ويعرفون بها وينقلونها بكل أمانة إلى الأجيال القادمة. ونحن حينما ندافع عن مبنى مدرسة ابن عباس ليس لنا مصالح شخصية، إنما نحن ننتمي إلى هذا المجتمع الحيوي الذي تتطلع أو يتطلع إلى تحقيق الرؤية الوطنية الكبيرة. ثانيا يعني نشعر بالغصة، نشعر بشيء من التناقض. رؤيتنا الوطنية 2030 الطموحة نصت في أحد محاورها على أنه من إلزامنا أن سنحافظ على هويتنا الوطنية ونبرزها ونعرف بها وننقلها إلى أجيالنا القادمة، وذلك من خلال غرس المبادئ والقيم الوطنية وإقامة المتاحف والفعاليات وتنظيم الأنشطة المعززة لهذا الجانب، وعلى أننا سنستمر في العمل على إحياء مواقع التراث الوطني وتسجيلها عالميا وتمكين الجميع من الوصول إليها بوصفها شاهدا حيا على إرثنا العريق وعلى دورنا الفاعل وموقعنا البارز على خريطة الحضارات الإنسانية. ولذلك جاء حرصنا على عدم هدم مدرسة ابن عباس لكونها تمثل هذا الإرث الثقافي والتاريخي، ولأنها الهوية والذاكرة للوطن بشكل عام منذ عهد المؤسس، ولأنها أيضا الذاكرة للمنطقة بشكل يعني كمحافظة الخرج ولدلم وأبنائها على وجه التحديد. لذلك نحن نرى أننا لم نخرج عن أهداف الرؤية الطموحة للوطن العزيز، ونعتقد أننا من الأفراد الذين ينتمون بكل اعتزاز للمجتمع السعودي الحيوي الذي تعول عليه هذه الرؤية، ودفاع عنها ليس لمصالح شخصية ولا يعني عداوة ضد أحد، إنما هي مصلحة وطنية من وجهة نظرنا ومن وجهة نظر الهيئة العليا للسياحة والتراث الوطني. جميل، شكرا لك يا دكتور. أخي دعني أختم بهذا السؤال. تفضل. أسألك وأسأل كل مشاهد ومستمع بالله العلي العظيم، من الذي يعمل على تحقيق رؤية وطنه؟ ومن هو المخلص لتراثه؟ ومن هو الذي يعمل ضد هذا التراث؟ هل هم الذين يسعون لحمايته ويدافعون عنه في كل المحافل، أم هم أولئك الذين يسعون بكل وسيلة ومعول لهدمه، بل ويتباشرون بهذا الهدم لهذا التراث العريق؟ أترك الجواب لأهل الضمائر وأهل العقول والحكمة والمسؤولين في الدولة. طيب شكرا لك دكتور. أنا أبحث عن هذا عن جواب لهذا السؤال. أنا ودي الشباب بعد الفاصل يرتبوا لي مع مدير البلدية بلدية الدلم، نبغى ناخذ معه اتصال ويعلمنا وش قصة يعني هدمهم لهذه المدرسة وسعيهم بعد كذلك لإزالة كل معالمها. فأتمنى من الشباب يجهزون لنا عقب الفاصل اتصال معه، أتمنى أنه يتجاوب ويعطينا المبررات حول هالموضوع. دكتور احنا مكملين معك، لكن أستأذنك وأستأذ المشاهدين بهذا الفاصل القصير، بعد ذلك نعود. We'll be right back.
يا أهلا فيكم من جديد. نتابع حديثنا عن مدرسة ابن عباس بالدلم، هذا المعلم التاريخي من أوائل المدارس في المملكة، لها عمر أكثر من 70 سنة، وأزيل جزء منها ومهدد كذلك أن تزال كليا من قبل بلدية الدلم بداعي توسعه الطريق. ويتابع معنا الحديث حول مدرسة ابن عباس بالدلم الدكتور محمد الحيزان، المستشار الإعلامي. دكتور، سمعت كلام يعني الدكتور هلال، فعلا يتحدث بحرقة يعني واضح للموضوع، وطرح تساؤلات، وأنا قلت للشباب إن شاء الله بيرتبوا لنا، واتمنى أن يرتبونا مع رئيس بلدية الدلم، يعني وضح لنا وش وجهة نظرهم حول هدمهم لهذا المبنى، مبنى المدرسة. أنت قبل شوي في ثنايا حديثك حتى ذكرت أنه صنف من المعالم السياحية والتراثية في الدلم. صحيح. واللي نعرفه عن أثناء الإعداد وتجهيز الحلقة أنها صنفت ألف. صحيح. وهذا يطرح لنا السؤال، كيف إذن أذن للبلدية أن تزيل أو تشرع في إزالة هذا المبنى؟ والله هذا السؤال اللي وجه الحقيقة الهيئة العليا للسياحة، الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني. أنا أعتقد أنها يعني تمنيت أنه لو شارك أحد من هيئة عشان تجاوب على هذا السؤال، هذا سؤال مهم جدا. النقطة الثانية، أنا ودي أرجع بس القضية أهمية المدرسة. بالأمس يعني وأنا الله يشهد على ما أقول، كلمني أحد الطلبة اللي درسوا فيها، كان طالب طبعا وسبقني ب4 سنوات تخرج منها، وكان مع أستاذ درس في المدرسة في الفترة اللي كنت أنا فيها، يعني هو أستاذي مثلا أستاذي، ويتكلموني من أمام المدرسة ويتهدم. والحقيقة أنا أحيانا كنت صرت مرجع في قضية لما يحدث شيء المدرسة يتصلوا فيني وأتشرف في هذا طبعا. فكلمني الأخ الكريم وقال له شو اللي قاعد يصير؟ قلت وين كنت؟ قال أنا أمام المدرسة. قلت اللي تشوفه هو اللي قاعد يصير. قال إن معي الأستاذ فلان. قلت طيب أعطني أسلم عليه. سلم. تعرف أنت؟ أستاذي. درسك. درسني بالمدرسة. قلت له أعطني أسلم عليه. سلمت عليه. قلت كيف حالك؟ قال وش اللي قاعد يصير؟ قلت وش رأيك اللي قاعد يصير؟ قال هذه جريمة. جريمة. بهذا العبارة قال هذه جريمة. جريمة. يعني أنا أعتقد إنه كلامه فيه شيء كثير من الصحة، وأعتقد إنه بالأمس أو يوم الأحد إذا كان هو قال التقرير يقول إنه يوم الأحد بدأ الهدم، أطلقت آخر رصاصة لآخر معلم تراثي في الدلم باستثناء السور. ما في يعني البعض يتكلم عن إعادة بناء طيني وإلى ذلك. وهذه إشكالية أيضا عندنا إحنا في مجتمعنا الحقيقة بشكل عام، نحاول نقلد بعض. يعني بنوا مثلا في شيقر مثلا، أو رمموا المدينة القديمة الطينية ومثلها في المجمع ومثلها مثلا في شقرة وهكذا، وفي بعض البلدان في بعض المدن. بالنسبة لي أنا أعتقد ابن عباس أهم كثير من من المدينة التاريخية أهميتها القديمة. قلت أنت ابن باز أشرف على بداياتها. ولكن النقطة اللي بكملها أنه الدلم صحيح القديمة خسرناها وراحت للأسف وهدمت، لكن أنا أعتقد ابن عباس أهم منها. ليه؟ لأنه لما يكون عندك معلم فيه ابن عباس بس وحده، لكن بيوت الطينية في كل قرية فيها بيوت طينية. فأنت الحقيقة ما تقدم شيء كثير إضافي، وين كان مهم تمنينا أن الدلم القديمة باقية، لكن ابن عباس تظل هي الرمز الجميل اللي ممكن نقول هذا الدلم تتميز فيه. طيب إيش رأيك نأخذ صوت واحد من اللي درسه في المدرسة بعد؟ نأخذ معنا سعود الحقباني، اتصال هاتفي، هو أحد الدارسين في مدرسة ابن عباس بالدلم. طيب انقطع الاتصال يا شباب، ياريت. طيب نعيد الاتصال به مرة ثانية. طيب خليني أتكلم، كيف طيب يمكن الآن أن نحافظ على ما تبقى؟ يعني وش يمكن؟ يعني الرسالة لمن توجهها يا دكتور؟ توجهها لوزير البلديات، وزير الشؤون البلدية والقروية. أنا أعتقد الوزارة تتحمل مسؤولية كبيرة في السماح للبلديات أنها تتصرف بالنسبة للهدم دون ما يكون هناك جهة إشرافية في داخل الوزارة تقرر إذا كان هذه الأماكن وهذه المباني فعلا يمكن هدمها من هدمها. يعني الوجه على سبيل المثال، تعطي مثال صارخ ومحزن على تدمير التراث. في يوم من الأيام بين يوم وليلة تفوجئ الأهالي في الوجه أنه البلدية بجرافاتها تهدم كثير من المعالم التراثية والقرية القديمة، تشق الطريق للبحر. يعني على طريقة الحجاج كما قيل الحجاج لما طلبت يكون الطريق للمقبرة بدون أي طريق أي مبنى أو شيء اعترضه. الآن اللي قاعد يصير مثل هذا الأسلوب، أنه تهدم في الوجه، هدم الطريق في المدينة القديمة ودمرت معالم التراثية حتى يصل البحر. ما أعتقد أن هذه بالنسبة لوزارة الشؤون البلدية والقروية مفروض تمر مرة الكرام أبدا. ولا نعتقد أنه قضية الإجراءات البيروقراطية اللي تتم أنه هيئة السياحة لازم تستاذن في قضية هدم المبنى وما ذلك، وهذا شيء جميل حقا تشكر عليه الهيئة. لكن أنا أعتقد أن هيئة الوزارة الشؤون البلدية والقروية لابد أن تكون أيضا حاضرة بحسها
بأنه المعالم التراثية هذه كنوز للوطن ما تسمح فيها بالهدم. طيب خلينا بنوجه كم رسالة إن شاء الله بس يعني حول الموضوع، لكن خلينا نرحب بسعود الحقباني، هو أحد الدارسين في مدرسة بن عباس بالدلم. أستاذ سعود مساك الله بالخير. أهلا وسهلا، الله يحييك. أنت أحد خريجي هذه المدرسة التاريخية القديمة، حدثنا عن تاريخ المدرسة، من الأجيال اللي مروا بها المدرسة، ما القيمة التاريخية لهذه المدرسة لديك؟ والله الحقيقة المدرسة هذه لها تاريخ كبير عندي أنا. وبعد ما شفت الهدم هذا وشاهدت الهدم هذا صراحة الحقيقة تألمت، يعني كيف مدرسة تاريخية كيف تهدم بهالطريقة هذه وبهالسهولة هذه. وبالنسبة أنا درست فيها حقيقة من الابتدائي، وما أدري إيش اسمه، الوالد الله يغفر له ويرحمه درسني فيها ومريت من الابتدائي حتى السادس، من أول ابتدائي حتى السادس أنا أدرس فيها. والمدرسة صراحة الحقيقة غالية، غالية الحقيقة بشكل ما يتصور. وما أدري كيف أنا تفاجأت صراحة الحقيقة بهذا، ليش ما أدري، حجة توسعة الشارع، لا والله ما هي توسعة الشارع، الشارع وسيع ممكن يأخذون مترين، المترين هذا يهدموها ما أدري. طيب ردة فعل أهالي الدلم ولهالمعلم الثقافي التعليمي التاريخي اللي يمثل لهم يعني قيمة كبيرة وش هي؟ والله أهل الدلم الحقيقة أول ما أنشأت الحقيقة المدرسة هذه المدرسة مسلحة وكانت هدية كبيرة في ذاك الزمن، ويعني نفس أهل الدلم فرحوا بهالمدرسة لأن أول مسلح يكون في الدلم مبنى مسلح. وبالنسبة في بعض الناس صراحة مدمرين صراحة حقيقة من هدمها، وفي بعضهم لا والله يقول تهدم ولا، ولكن الحقيقة ما اللي يقول تهدم صراحة ما عنده ما عنده قيمة للتراث. طيب شكرا لك سعود حقباني، هو أحد دارسين مدرسة بن عباس بالدلم. دكتور يعني الحين شو قاعدين يتصلون برئيس بلدية الدلم وما يرد، فأتمنى بس منه الله يعطيه العافية يرد علينا يوضح لنا وجهة نظر بلدية الدلم حول هذا الأمر، فأتمنى منك الله يعافيك إذا تابعنا ولا أحد من اللي يعرفونك ترد علينا، اتصل فيه أكثر من مرة وأرسل له رسالة من فريق إعداد البرنامج لكنه ما رد علينا، أتمنى أنه يرد علينا. طيب دكتور أنا أقدر شعوركم صراحة، ومن يعرف فعلا قيمة يعني بدايات الإنسان التعليمية تمثل شيء كبير، فما بالك هذه المدرسة لها تراث وتعتبر من أوائل المدارس في المملكة بهذه الطريقة وبهذا النهج التعليمي. خلينا لنفترض افتراضات، نفترض افتراضات من قالوا نبي مثلا نهد المدرسة ونبقي لها أثر مثلا تاريخي على سبيل المثال، لو طلعوا لنا مثلا أكثر من فكرة وقالوا بهالجزئية، لكن لن يعودوا الطلاب للدراسة فيها، هل هذا يمكن يرضيكم؟ هو هذا طرح كأنك تقرأ الحقيقة ما ستقوم بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني. الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني تعتزم أنه الأرض بحكمنا الآن الأرض هي تعود للهيئة بعد ما تنزلت مشكورة وزارة التعليم لها، يعني وزارة التعليم أدركت أيضا قيمة المبنى التاريخي، وبالتالي أرسلت خطاب أنا طلعت عليه لأملاك الدولة تتنازل فيه عن المبنى للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني. الهيئة مشكورة يعني ذكرت بأنها كحل توفيقي ستقوم ببناء متحف للدلم في الأرض الباقية، معنى آخر الأرض لن تعود إلى ملكيتها لأي دائرة أخرى ترغب أنها تحصل عليها. اللي يصير الآن هذا يعني حل مطروح الآن خيار، وخاصة الآن في ظل اللي صار لعله يتم إيقاف ما يحدث الآن. يعني الآن بقي في المبنى الجزء الأهم اللي هو هذا. يدعوني ما هي مطالبكم؟ هو الحقيقة مطالبنا أن المدرسة تبقى كما هي ويدرسوا فيها الطلاب، لأنه أنت لما تقول الآن ستقيم فيه معلم آخر كأنك تقول الآن نريد أن نهدم الهرم ونبني محل هرم زجاجي. هل تعتقد أن لو بني لو هدم الهرم الآن في مصر في الجيزة وبنوا محل هرم زجاجي بيكون نفس القيمة؟ مع أنه يعني بيكون أكثر تحفة ويكون جمال مصطنع واضح، لكن تاريخه هو الأهم.
هي القضية ما هي قضية الحقيقة أنك تضع شيء مكان شيء، خاصة في ظل أنه المبررات المطروحة لهدم المبنى غير مقنعة حقيقة. مرة ثانية يعني أقول إن إحنا عندنا خلل في التنمية، مفهوم التنمية. التنمية لازم يصير عرض الشارع نفس العرض ويكون مستقيم، مع أنه في الرياض وهي العاصمة في شوارع ليست نفس الحجم، وممكن شارع العروبة أكبر شاهد. شارع العروبة من دائري الشرقي إلى طريق الملك عبد العزيز 100 متر أو 80 متر، من منطقة من طريق الملك عبد العزيز حتى طريق التخصصي 40 متر. ما حد جاء قال اهدموا واخلوها كلها 80 متر حتى يصير نفس الحجم. معناها بالطريقة هذه احنا بندخل في هدم غير مبرر، ما دام ان المساحة 40 متر تفي الغرض يكون الامر معقول. اللي يزيد الألم الحقيقة في الموضوع هذا انه في دول يعني حتى الوعي الثقافي فيها شبه محدود، لكنك تجد طريق كبير سريع وإلى ذلك، إذا كان في بوابة تاريخية تبقى البوابة التاريخية والسيارات تدخل من هذه البوابة التاريخية في داخل الطريق السريع احتراما لهذا التراث. وما بالك الحقيقة في الموضوع اللي نحن نتحدث عنه. عموما شكرا لك يا دكتور. شكرا لك، ومفروض حتى أهل الدلم يقولوا لك شكرا. يعني احنا يمكن تواصلوا معنا يمكن أكثر من واحد حتى لأجل طرح هذا الموضوع، وحرصنا أنه منبر هذا يكون منبر للجميع. سمحي بإضافة بسيطة لو سمحت نختم فيها. تفضل. الحقيقة الزملاء اللي اجتمعوا حوالي 20 شخص، يعني أنا ومجموعة من الزملاء خاطبنا الهيئة العامة للسياحة والتراث، مشكورة الحقيقة قامت بأدوار جميلة جدا فيما يتعلق بالمسجد، وخاطبت وزارة الشؤون الإسلامية على أن يبنى المسجد بنفس النمط التاريخي اللي كان عليه السابق بشكل، وبالتالي صنف المسجد من المساجد التاريخيه. هذه نقطه. بالنسبه للسوق خاطبت وزاره الشؤون البلديه القرويه ان السوق يعود كما كان بالطريقه التقليديه السابقه، وان شاء الله يتم بهذا الشكل. الحقيقه هذه نقطتين تشكر عليها الهيئه العامه للسياحه والتراث، وان شاء الله يكون جميل. شكرا لك دكتور محمد الحزام الشارع الاعلامي. بس بقي عندي تعليق يعني بقوله، طبعا الشباب يقولون انه اخر شيء اعطانا مشغول رئيس بلديه الدلم، وحسب الشباب يعني افادونا انه يعني ماله لسنتين رد علينا. طيب يكون معنا على الهواء؟ طيب معنا على الهواء رئيس بلديه الدلم، اعطونا اياه. طيب الشباب يجهزون يعني اتصال مع رئيس بلديه الدلم حتى يوضح لنا يا دكتور، رد علينا ابشرك. تمام، ولعله يوضح لنا يعني وش وجهه نظر البلديه حول هالموضوع، حتى انت بامكانك حتى تعلق يا دكتور يعني على الكلام اللي بيقوله. جاهز اتصال يا شباب؟ طيب طيب الشباب متواصلين معه. يعني انا اتمنى اسمع وجهه النظر، ويعني انه يعطونا وجهه نظركم. هل في مبرر غير مساله توسعه الطريق؟ هل في مبرر ثاني يمكن احنا ما نعرفها وبالتالي لاجلها قاموا بهدم هذه المدرسه؟ نتوقع نقاط كثيره يعني، او يعني نحتاج اننا نستوضحها اكثر من رئيس البلديه. بس انا عندي سؤال، يعني اذا كانت هيئه السياحه صنف، انا للحين الدكتور قاعد يتبلور الموضوع في راسي، صنف على انه فئه ادب ومعلم سياحي، استغرب كيف سمحت. انا اعرف سمو الامير سلطان بن سلمان يعني له جهود كبيره في مساله التراث واحياء التراث والابقاء كذلك على التراث اللي يمثل لنا قيمه يعني كبيره، فانا استغرب كيف البلديه مع ذلك سعت الى هدم هذه المدرسه رغم انه تصنيف ورغم الاهتمام بالتراث عندنا. فثمه نقطه يمكن هذا يمكن الاتصال على حتى يوضح لنا ويزيل كثير من الاشكاليات حول الموضوع. معنا يا شباب اتصال جاهز؟ طيب هو قال لنا وين الشباب اعطونا، بس انا بقول بعلق نقطه. هو قال لنا اوكي حداخل معكم، ثم بعدها اعتذر عن المشاركه. اللي نعرفه انه له سنتين هو جاي رئيس بلديه الدلم، وبساله هل يعرف المدرسه وتاريخها؟ اشك في ذلك انه يعرف تاريخ هذه المدرسه والقيمه التي تعنيها لهذه الدلم. واتمنى انا في النهايه رساله الى ابتداء الى صاحب السمو الكريم السلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس هيئه السياحه والتراث الوطني، اللي له جهود بارزه سمو الامير الكل يعرفها والكل يشاهدها، لا في دعم الجانب السياحه ولا حتى كذلك الحفاظ على التراث. اتمنى من سمو الامير فعلا يلتفت لهذا الموضوع، ويعني يبقى على هذا الاثر اللي يعني كثير لهذا الدلم. الامر الثاني لوزير الشؤون البلديه والقرويه رساله، هذا المعلم يعني كثير لهذا الدلم، كيف يسمح ان يزال او يشرع في ازالته بداعي انه 8 أمتار حتى يوسع الطريق؟ اتوقع السؤال يحتاج الى اجابه كبيره. وقفه من رئيس وزير هيئه الشؤون البلديه والقرويه. شكرا لك يا دكتور،
ما زلنا معكم مشاهدينا الكرام، فاصل قصير وبعد الفاصل نعود لكم.